عليكم واهلا وسهلا فيكم حبايبي بقناتنا صبايا كيوت. حيكون الفيديو اليوم صبايا عن طريقه عمل تسريحه شعر عرايسيه مع خطوات طريقه عمل الغره الملكيه. قبل ما نبدا بالخطوات يا حلوين، بتمنى تشتركوا بقناتنا وتعملوا لايك للفيديو وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد. وهلا صبايا تابعوا الفيديو خطوه بخطوه، وبتمنى تعطوني رايكم بخانه التعليقات.
شكل صبايا بتكون انتهت تسريحتنا الحلوة، إن شاء الله تكونوا حبيتوها وعجبتكم واستفدتوا من الفيديو. وإذا عجبكم حبايبي ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد. ما تنسوني يا حلوين، من صالح دعاكم، بحبكم كتير.